مساء الخير على حضراتكم جميعا، معكم ضياء سبيري صحفي في جريدة الوطن في بث مباشر جديد في متابعتنا وتغطياتنا المتواصلة لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. زي ما حضراتكم شفتوا من ساعات من هنا مر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده المعرض أو الممر اللي موجود في منتدى شباب العالم، يعني بيتم عرض فيه بعض المنتجات السينوية الأصيلة المصرية الأصيلة، وبعض المنتجات النوبية هنلاقيها أيضا معروضة قدام المنتجات النوبية الأصيلة. خلينا أقول لكم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مر امبارح عدة مرات على هذا الممر، وأجرى عدة حوارات جانبية مع أهلنا المحترمين من سيناء اللي بيصنعوا هذه المنتجات الجميلة زي ما حضراتكم شايفين، واتكلم عن أسعارها وقديه متناولها، ووجه أنه يتم الاهتمام بهذه الصناعات. زي ما انت شايفين يعني في الحقيقة هي حرف عظيمة جدا. هنتكلم أن ده كله شغل بيتم الصناعة بشكل يدوي، بنتكلم منتجات سينوية أصيلة، كل دي منتجات طبيعية، يعني بنتكلم أنها وأسعارها في متناول الجميع. دي هنا معارض يعني مصغرة كده لعرض النماذج اللي بيتم تصنيعها بشكل عام، لكن هيبقى موجود زي هذه المنافذ موجود في كل الأماكن وفي كل المجتمعات والمجمعات بشكل كامل. خلينا أقول لحضراتكم أنه يعني هذه المنتجات بيتم صناعتها على أيدي هؤلاء المواطنين أو هؤلاء السيدات الجمال، يعني التفاصيل المصرية موجودة على وجوههم الجميلة. بنتكلم ان دي كلها صناعات يدوية 100%. يعني في الحقيقة هنا في منتدى شباب العالم بنتكلم وبنقول انه موجود يعني كل شباب العالم ممثلين ل 196 دولة حوالين العالم، كلهم بيتم عرض التراث المصري الأصيل، التراث المصري الجميل. بنتكلم ان دي حنة نوبي، دي زعفر، زعتر، ده زعتر، ويعني دي كلها حاجات صناعات يدويه. خلينا بس دي شطه. خلينا نستكمل الجوله بصحبه زميلي الاستاذ مؤمن، ونفرج حضراتكم من الممر اللي تحرك فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهنا كان ليه وقوف مهم جدا ومناقشه مع بعض السيدات اللي بالفعل بتصنع. ده صناعة يدوية 100%، مشروع لشاب صغير. الحاجات دي مدنيه، الحاجات دي كلها عندها شغل. والحاجات دي ده شغل يدوي. وده سعره كام؟ دي سعرها كام؟ المدينه دي بنتكلم ان صناعه يدويه والسعر في متناول الجميع. يعني هو الاهم يعني في رايي في هذه التفاصيل كلها انه يعني ده ان بنعرض النجاحات بتاعتنا وبنعرض ثقافتنا والتراث بتاعنا لكل الجنسيات. ايضا كانت في جوله للرئيس عبد الفتاح السيسي امس في هذا المكان، وهناك برضو بعض المعارض اللي عرضت منتجاتها. يعني بنتكلم مش بس حاجات سينوية موجوده، احنا بنتكلم ايضا هناك في بعض المنتجات الأسوانية واللي بينتجها وبيصنعها أهلنا في النوبة، واللي دايما بتكون محل اهتمام ومحل دعم كبير جدا من القيادة السياسية على اعتبار أنها صناعة مهمة جدا. هي صناعة وراء تشغيل وفي الأساس حفاظ على التراث المصري الأصيل اللي هو بقاله سنين، واللي فعلا بدأ يشهد حالة احتفاء وحالة دعم كبيرة جدا في فترة رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما احنا شايفين ده أحد المعارض أيضا اللي كان معرض تراثنا، واللي توقف عنده السيد الرئيس دقائق معدودة وأجرى عدة حوارات. بنتكلم إن دي نماذج أيضا في مواطنين كتير جدا بيهوا اقتناء هذه الأشياء وهذه النماذج من معرض تراثنا. بنتكلم وبنقول في مفروشات، في أنتيكات، في بعض الأزياء، يعني حاجات خلينا اقول لكم انه حاجات في غايه الجمال، منتجات يعني كلها جميله جدا، حصريه وعصريه. وبنتكلم ايضا كل اسعارها في متناول الجميع، يعني بنتكلم حاجات يعني صناعه بسيطه جدا وراها تشغيل. ده موجود في منتدى شباب العالم
دي اماكن بتعرض، لكن اكيد موجود في كل محافظه حضرتك موجود فيها او مدينه موجود مقر لمعرض تراثنا بيعرض كل هذه المنتجات الرائعه. متكلم شنط صناعه يدويه فكرتها بسيطه جدا، اسعارها في متناول الجميع، اسعارها جميله جدا، يعني بنتكلم انه ده يعني دعم مهم جدا للصناعه، مهمه جدا.